السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية، مرحبا بكم. درسنا لهذا اليوم سيكون التواصل الشفهي، الآلة والزراعة. سنقوم بتلخيص النص. الآلة والزراعة: الزراعة أول حرفة للإنسان بعد الصيد والرعي، فقد كان الفلاحون يعتمدون على طرق تقليدية كالاستعانة بالحيوانات عند القيام بعملية الحرث أو الدرس. فكان الفلاح ينطر الحبوب بيده ويستعمل المعول في تنقية الأرض وقلبها، والمنجل في عملية الحصاد. فكانت هذه الأعمال تتطلب وقتا ومجهودا كبيرين، ومع تطور العلم أصبحت الفلاحة تستعمل أحدث التقنيات والوسائل، فأصبح الإنتاج الزراعي يعتمد على أجهزة الأرصاد الجوية وعلى صناعة الأدوية والأسمدة، وتكوين الفلاحين على استعمال التقنيات العصرية بهدف توفير الغذاء للبشر.